رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يستقبل بالقصر الرئاسي نائب بالمجلس الرئاسي الليبي. رئيس الجمهورية يسلم الوزير الأول رسالة تكليف لتجسيد الأهداف المحورية لبرنامج طموح للوطن. والوزير الأول يترأس اجتماع لجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الصفقات العمومية بالمشاريع الكبرى، والاجتماع يستعرض التقدم الحاصل في تنفيذ الصفقات العمومية بتلك المشاريع. السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى مسائية الموريتانية، وتصحبني فيها بلغة الإشارة الزميلة أسماء عثمان. استقبل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي سيد محمد الشيخ الغزواني مساء اليوم بالقصر الرئاسي موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي الليبي. جرى اللقاء بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية نالي ولشروقة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوق والقائم بالأعمال بسفرة دولة ليبيا بنواكشوط سالم فاضل الكاسح ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية الليبية أسامة سعيد البغني ومدير فرع الديوان بالمنظمة الجنوبية بن عيسى الصديق سعيد. سلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي رسالة التكليف لمعالي الوزير الأول السيد المختار للجي. وقال فخامة رئيس الجمهورية في الرسالة إن المهام بحكم هذا التكليف يراد لها أن تتكامل في العمل على تحقيق طموحنا وإراداتنا في أن ينعم بلدنا دائما بالأمن والاستقرار والنمو والازدهار، وكذلك في تعزيز نظامنا الديمقراطي ضمن إطار من الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين كل مكونات الطيف السياسي، مضيفا أن غاية هذه المهام في المحصلة النهائية هي أن تجعل بلدنا وطنا يعتز أبناؤه بالانتماء إليه، يحفظ قيم وتعاليم دينهم الإسلامي الحنيف، ويصون الوحدة الوطنية والانسجام وهوياتهم الحضارية بتنوعها وثرائها، ويوحدهم فيها رباط وطنة جمهورية متين قوامه المساواة في الكرامة والحقوق والواجبات. وقبل تفصيل هذه المهام أكد صاحب الفخامة أن تأديتها يجب أن تتم في إطار الاحترام الصارم لمبادئ وقواعد الدستور، خاصة ما يتعلق منها باحترام وتكريس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان استقلالية كل منها وسلاسة التعاون فيما بينها، مشددا على أنه ينتظر من الحكومة تعزيز المكاسب المنجزة في المأمورية الأولى وتركيز جهودها في العمل على تحقيق الأهداف المحورية للبرنامج الانتخابي طموحي للوطن الذي نال فخامته على أساسه ثقة الشعب الموريتاني، فصار بتلك التزكية وعدا وعهدا انتخابيا التزم بتنفيذه خلال المأمورية الحالية، مشيرا إلى أنه على الحكومة المكلفة تنزيله في استراتيجيات وخطة عمل محكمة من أجل أمور منها بناء دولة القانون والمؤسسات القوية ذات الحكامة الفعالة والعصرية، وذلك من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز مؤسساتنا الديمقراطية وجعل نظامنا القضائي أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات مواطنينا المشروعة في العدل والإنصاف، وكذلك بالمحاربة الصارمة والفعالة للفساد وبإضفاء المزيد من الأخلاقية على الحياة العامة. ثانيا، بناء اقتصاد قوي الأداء صاعد مستدام بيئيا من خلال إحداث تحول بنيوي يفضي إلى نمو قوي قائم على اقتصاد تنافسي متنوع وقادر على الصمود. ثالثا، تنمية رأس المال البشري خاصة الشباب بوصفه عدة البلد وعتاده
وعتاده عفوا حاضرا ومستقبلا، وذلك من خلال عملكم على إصلاح شامل لنظامنا التعليمي وتكريس المدرسة الجمهورية وتحسين جودة وشمول وفعالية التعليم والتكوين في جميع المراحل. رابعا، دعم الاندماج الاجتماعي ضمانا للتلاحم والوحدة من خلال تصور ووضع خطط وآليات ناجعة لمكافحة الفقر والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي. وأكد فخامة رئيس الجمهورية أنه وخلال تأدية الحكومة المكلفة بهذه المهام وتوزيعها على مختلف القطاعات يتعين عليها على وجه الخصوص مراعاة الشفافية التامة في تسيير الشأن العام وإعداد خطة عمل حكومية شاملة تفصلها خطط عمل قطاعية مقرونة بمؤشرات قابلة للتقييم وأجالي تنفيذ دقيقة تتابعون مسار تنفيذها بانتظام ومراعاة عامل الوقت والحرص على تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية. وشدد صاحب الفخامة أنه يجب العمل بجد ونجاعة بحيث يحس المواطن سريعا بتطور إيجابي ملحوظ في الأداء الحكومي، مشيرا إلى أنه يدرك حجم وصعوبة المهمة مؤكدا على كامل دعمه ومواكبته في سبيل تحقيقها. حضر تسليم رسالة التكليف كل من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي والمحمد لقضف والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية الناني والأشروقة والوزير المستشار برئاسة الجمهورية محمد والعبد الله والعثمان والفريق البحري سلكو للشيخ الولي قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية. ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد المختار والجاي عفوا اليوم بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الصفقات العمومية بالمشاريع الكبرى، وقد تضمن الاجتماع استعراض مدى التقدم الحاصل في تنفيذ الصفقات العمومية بتلك المشاريع مقارنة بآخر اجتماع لها، وكذلك مدى تقدم مؤشرات التنفيذ وإنجاز الأشغال مقارنة بالفترة الزمنية المرصودة لتنفيذ المشاريع. وفي كلمته التأطيرية أكد معالي الوزير الأول ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمتابعة من أجل تجسيد توجيهات صاحب الفخامة سيد محمد الشيخ الغزواني الرامية إلى رفع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية ببلادنا من خلال تجسيد سياسة متابعة تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الموكلة إلى قطاعاتهم، مشددا على ضرورة المتابعة الفعالة والصارمة لتنفيذ المشاريع المبرمجة في أجالها الزمنية وبالمواصفات والشروط الفنية المطلوبة. وبعد النقاش والمداولة أصدر الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بإعداد متابعة حقيقية على أساس من مؤشرات واقعية لمحفظة الصفقات العمومية لبرنامج التنمية الوطنية. وفي نهاية الاجتماع أصدر الوزير الأول تعليماته للقطاعات المعنية بتكثيف الجهود من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية ورفع كافة العراقيل التي تعيق تقدم تنفيذ الصفقات العمومية بتلك المشاريع حتى تتم الاستفادة منها في أقرب وقت. قدم عدد من أعضاء الحكومة اليوم بقصر العدالة في نوكشوط تصريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية برئاسة رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد والسيد أحمد رئيس اللجنة، واستلم المصطفى والسيدي أمه السكرتير المقرر للجنة تصاريح كل من وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء حنانة والسيدي ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سيدي يحيى والشيخنا والمرابط ووزير الصحة عبد الله والأودي ووزير المعادن والصناعة تشام التجاني ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ممدو ممدون يانغ ووزيرة المياه والصرف الصحي أمال بنت مولود والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية المكلف بالتنمية باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب سالم فال، كما قدم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر الشيخ عبد الله بده ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سيد أحمد علي بنان ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت محفوظ والخطري تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للقانون 54/2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية، والذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسؤولين بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية في الحياة العمومية. أدى وزير التكوين المهني والصناعة والصناعة التقليدية والحرف اليوم زيارة لمدرسة التعليم التقني والتكوين المهني في مجال البناء والأشغال العمومية بمقاطعة الرياض في ولاية نقشوط الجنوبية. وقد تجول الوزير داخل أروقة هذه المنشأة التعليمية قبل أن يعقد اجتماعا بطاقم إدارتها وشركائها ويتعرف على الدور الذي تلعبه في مجال التكوين المهني. ضمن الاهتمام بالتكوين المهني والرفع من أدائه باعتباره أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة، تأتي زيارة وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف لمدرسة التعليم الفني والتكوين المهني والبناء والأشغال العمومية بالرياض في ولاية نواكشوط الجنوبية، حيث تجول الوزير والوفد المرافق له داخل أقسام المدرسة بدءا بقسم الخياطة والتطريز وقسم التبريد والتكييف وأقسام النجارة الخشبية والتمديدات الصحية ونجارة الألمنيوم، بالإضافة إلى الأشغال العامة والهندسة المدنية والكهرباء المنزلية، مرورا بالمدرج والمختبر وانتهاء بمصلحتي الدروس والتدريبات والتكوين والتشغيل. وفي كل قسم من الأقسام المزورة استمع الوزير لشروح مفصلة عن طبيعة التكوين فيها. اليوم بصحبة السلطات الإدارية وعمدة المقاطعة وإدارات التكوين الفني والمهني اللي شارف على ذلك، اخترنا عدلوا لها الزيارة مع الشركاء من ألمانيا اللي هم اللي يدعموها فنيا. نعدلوا لها الزيارة في المرحلة اللي يتم فيها إعداد خطة العمل السنة المقبلة. اخترنا نوقف مع وطر هاي المدرسة مع مكونينها ومع هيئات دعمها، اعلن خطة العمل اللي حضروا السنة المقبلة، اعلنها تشمل كل الإجراءات اللي تضمن عندها المدرسة تأدي الدور اللي منوط بها، السواك اللي من اقتصادي بتوفير اليد العاملة للكفء الاقتصاد الوطني، السواك منو الاجتماعي من أجل فتح وفرص تكوين وتأهيل قدام الشباب الموريتاني باش يلجي سوق العمل. وقد تم اختيار مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية لاحتضان هذه المنشأة التكوينية، والتي تتربع على مساحة تقدر ب 33,000 متر مربع. هذا المعهد نحن نعتبره شوهرة في الرياض، ومهم عندنا يحافظ عليه بصفته اللي فيه. ما نتكلم عن حتى التعليم، حتى لا مظهره هو من نفسه مهم عندنا انه يحافظ عليه، والبلدية بعد مستعدة لا تعاون فيها، وقبلت الحالة كيف قال الوالي مولي السلطات الإدارية كاملة مستعدة لها، ومستعدين نتعاون نحن والطاقم التربوي ذوك الشباب اللي قد يعود عندنا نحن وقد يعودوا لا وخلا ولا يعودوا ينحرفوا، نشوفوا معهم ذاك التكوين اللي يعود بسيط لمستواهم ويقد يعدل إياك ندمجهم كاملين في الحياة هو اسم العملية. وهذا هو هدف إنشاو وهدف فخامة رئيس الجمهورية، أن ما يبقى حد على الطريق، حد ما هو متكون لا عند مهنة لا يبقى في الطريق. وتشمل التخصصات المتوفرة في المدرسة 27 تخصصا فنيا. هذه المؤسسة اليوم تستقبل أكثر من 1000 متدرب في عدة تخصصات. إلى الآن استطعنا بأن نكون في 27 تخصص. الآن فيها البعض فات تخرج ذي السنة، والآن هذو الخريجين في مرحلة التدريب، سيضخون بالسوق إن شاء الله عن قريب، وسنصل للسنة المقبلة إن شاء الله إلى مضاعفة العدد، وكذلك السنة القادمة إن شاء الله لن ضاعفوا العدد لنصل لذاك الهدف المنشود اللي رسمه رئيس الجمهورية. الزيارة شهدت عقد اجتماع مع طاقم المدرسة، حيث تم تقديم عرض عن المؤسسة والتخصصات التي تتيحها للشباب ومدى مواءمتها مع سوق العمل، كما تم التطرق للمطالب كتصحيح وضعية عمال المدرسة
وربط مؤسسات التكوين المهني بمؤسسات الإنتاج، إضافة لاستخدام التقنيات الحديثة في التدريب. أشرف وزير الطاقة والنفط زوال اليوم بالوزارة على تدشين مقر لخلية ترقية الطاقات المتجددة والكهرباء الريفية، وستعمل هذه الخلية التي تم بناء مقرها بتمويل من برنامج الأمم المتحدة على تنفيذ برامج ومشاريع للكهرباء الريفية وترقية الطاقات المتجددة في المناطق المعزولة بعموم البلاد. من أجل تزويد المناطق الريفية بالكهرباء وسعيا إلى الاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة، يأتي تدشين مقر خلية ترقية الطاقات المتجددة والكهرباء الريفية من طرف وزير الطاقة والنفط محمد بن خالد والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية منصور جاي. المقر الجديد الذي تم بناؤه بمعايير فنية عالية سيمكن هذه الخلية من تنفيذ ومتابعة مهامها الموكلة إليها، والتي من بينها كهرباء 200 قرية في 7 ولايات من ولايات الوطن. هي خلية ممولة من طرف التنيد تشرف على برنامج كهرباء الريفية في المناطق المعزولة، برنامج معدل بين التنيد ووزارة الطاقة. هذه الخلية هي المكلفة بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج، ومكلفة مولية بالإشراف على برنامج أخرين ممولين أخرين أجانب، كيف تنقولوا تعاون الإسباني وصندوق أبو ظبي للتنمية. معناها خلية مكلفة بتنفيذ عدة مشاريع وعدة برامج ممولة من ممولين. هذه المشاريع هو أولا كاع مشروع 200 قرية، كهرباء 200 قرية معزولة. فم برنامج 25 قرية في الحوض الغربي ممولة بالتعاون الإسباني. هي إذن خطوة تأتي في إطار التعاون المثمر بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووزارة الطاقة والنفط، حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الرفع من مستوى الاستفادة من خدمة الكهرباء، خاصة بالنسبة لسكان القرى الواقعة في المناطق المعزولة. أدى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان اليوم زيارة تفقد واطلاع للمكتب الوطني للمتاحف والمكتبة الوطنية والمعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال الثقافة والتراث. تأتي هذه الزيارة في إطار تفقد الوزير للمصالح والإدارات التابعة لقطاعه. استمرارا للزيارات التفقدية التي يقوم بها وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان للقطاعات التابعة للوزارة، يتجه الوزير اليوم إلى المعهد الوطني للمتاحف واطلع على ما تزخر به قاعة الآثار وقاعة التراث من أدوات تقليدية وآثار تراثية لها رمزيتها ودلالتها التاريخية. وشاهد الوزير بعض المعدات التي يعود تاريخها لسنة غابرة، كما تم فك رموز بعض اللوحات الفنية. وفي هذا الصدد طالب القائمون على هذا العمل بإنجاز حظيرة وطنية خاصة بهذه اللوحات الفنية، والتي يقدر عددها 15,000 لوحة. وتم على هامش هذه الزيارة عقد اجتماع تطرق لجملة من المطالب، والتي من شأنها أن تحافظ على هذا الإرث الثقافي من صيانة للقاعات وتوفير بعض اللوازم للمقر. وفي كلمته بالمناسبة تحدث الوزير عن الأهمية الثقافية لهذا الصرح العلمي والتراثي والاهتمام بالذاكرة، مضيفا أن الاهتمام بالماضي هو السبيل إلى نجاح الحاضر، مؤكدا على ضرورة المحافظة على تجسيد الخصوصية المحلية المتمثلة في التنوع الثقافي كما هو مشاهد في هذا المكان من أدوات وآلات تقليدية تعبر عن ثقافات مجتمعية مختلفة. وكانت المكتبة الوطنية الوجهة الثانية للوزير ومرافقيه، حيث تجول في أروقة المكتبة مستمعاً للعروض المفصلة التي تناولت وضعية المكتبة وأهميتها كحاضنة علمية، متجولاً في قاعاتها بدءاً بقاعة المطالعة مروراً بقاعة البحث ووصولاً إلى مخزن المكتبة، كما قدم له عرض يشرح الخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تسهل مهمة الاطلاع والبحث،
وخلال الزيارة تحدث الوزير عن الأهداف من هذه الزيارات التفقدية لمختلف القطاعات، مؤكدا عزمه تحقيق إصلاحات تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة كان المحطة الأخيرة من هذه الزيارة، وفيه تفقد الوزير بعض أقسامه كمخزن المخطوطات وقسم التقاليد المروية، واستمع الوزير إلى شرح يبين أهمية هذا المعهد وما يشتمل عليه من مخطوطات علمية، كما عرضت أمامه الآليات الإلكترونية التي تسهل الولوج للمعلومات بأبسط الطرق وأقل التكاليف. علق كل من وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة المياه والصرف الصحي في مؤتمر صحفي عقدوه مساء أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، ملخص لأبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة يستعرضه التقرير التالي. صادق مجلس الوزراء في اجتماعه على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات وتناولها المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة. مشروع القانون المتضمن للإطار التشريعي للسندات المؤمنة استعرضه وعلق عليه وزير الاقتصاد والمالية. مشروع القانون الجديد هذا يندرج في إطار جملة من النصوص يعكف عليها القطاع حاليا والبنك المركزي، وهدفه هو تنظيم أكثر للحياة الاقتصادية في البلد. يهدف أساسا هذا المشروع إلى تأطير عملية إصدار السندات المؤمنة، وهو جزء لا يتجزأ من نصوص أخرى مرتقبة. ستكون لنا الفرصة قريبا للتحدث معكم بشأنها، تتعلق بإرساء سوق للأوراق المالية وتنظيم عمليات التمويل وإعادة التمويل بالنسبة للمؤسسات المتداخلة في ميدان القروض. طبعا هذا النص عرف السندات المؤمنة من وجهة النظر القانونية، كما أنه ضبط شروط إصدار هذه السندات وتداولها. هذه السندات سيتم إصدارها من طرف مؤسسات قروض معتمدة تحت إشراف السلطة النقدية الأولى في البلد اللي هي البنك المركزي الموريتاني، وهذه الهدف من إصدار هذه السندات هو تمكين هذه المؤسسات مؤسسات القروض من رفع سيولة لإعادة تمويل عملياتها. وبيّن وزير الاقتصاد والمالية الآلية التي تم اعتمادها لتحصين هذه السندات. طبعا بوّب القانون في موضوع تأمين هذه السندات على حالات تحصينها، يعني أنها هي مدعومة بمحفظة من الأصول. هذه المحفظة من الأصول فيها قسمين من فئتين، أصول درجة أولى وأصول إضافية تكميلية. ذا معناه شنو؟ معناه ان في حاله ان تم ضبط تعيين اداره مؤقته للمؤسسه اللي اصدرت السندات المؤمنه، او في حاله تصفيتها قضائيا، لا يوجد اي خطر او لا توجد اي مخاوف بالنسبه لماسك المستثمر في هذه السندات انه تعود امواله لا تمشيها باء وبالتالي يخسرها. وبدورها قدمت وزيره المياه والصرف الصحي توضيحات حول النقص الملاحظ في تزويد جهة واكشوط بمياه الشرب جراء ارتفاع نسبة الطمي في مياه أفطوط الساحلي. أفطوط الساحلي أصلاً نين عند دراساته الأولية كنا في السنوات الأولى من سنوات 2000 كان مقدر على هذا اللي ينقال له الطمي اللي يخلق في فترات الخريف على أنه من حصر بين 800 و1000 بأقصى تقدير. والنتيجة العوامل كثيرة، منها التغيرات المناخية اللي نحن ما أنهم اللي وحدنا تأثرنا منها، ذيك النسبة في السنوات الأخيرة ما هي إلا سنوات الثنتين العاقبين غير سنوات سابق ذاك، بدأت هذه الحزة ترتفع، هذا 800 إلى 1000 عاد مرات الحق 2300 و2400 يقير تم فم فرق بين الإنتاج والطلب، مكن علينا ما نتأثروا حتى بانخفاض الإنتاج في هذه الفترة الخريف. اللي خلق السنتين الماضيتين علينا في هذه فترة الخريف بما أن الفارق بين الإنتاج والطلب ما تلاحق ذا كامل، عندنا نين ينتقص الإنتاج على مستوى إيديني يتعرض للطلب، يعود الإنتاج ما تلاقيه كافية كيغطي احتياجات العاصمة كاملة.
وتضمنت ردود وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان رده على سؤال حول برنامج مشروعي مستقبلي. شو مشروعي مستقبلي؟ مشروعي مستقبلي أشرف فخامة رئيس الجمهورية خلال قبل شهر من الآن على توزيع النسخة الرابعة، جزء من النسخة الرابعة في قصر المؤتمرات، وهو جزء من الاهتمام الدائم بالشباب وبتشغيل الشباب. وفي الإطار تقدر تشوف الأطر المؤسسية اللي خلقت، تم فيها المزيد في الأطر المؤسسية خصوصا مع استحداث وزارة التمكين للشباب والخدمة المدنية، وأعتقد بأنهم إذا عادوا فاتوا وقعوا دي كونترا معهم وانعطات لهم، معناه أنه لا إجراء روتين بسيط ما يقدر يتراجعوا على المبالغ المحددة. وبخصوص سؤال آخر حول احتجاجات الأطباء المطالبين بالاكتتاب، رد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان اللي نقدر نأكد له حتى وعيا ملي بأهمية اللي قاله الطبيب وأهمية الطب والحاجة الملحة له في البلد في توظيف وتسهيل كل أعمال الكوادر البشرية المؤهلة وعلى رأسهم الأطباء، أن فهم انفتاح كامل من طرف السلطات العمومية على كل أصحاب المطالب المشروعة والشرعية، وفتح قنوات حوار دائم من أجل تأمين الوصول إلى حل مستديم يؤمن للطبيب تحسين ظروفه ويؤمن للدولة استمرار خدمة المرفق العمومي أيضا. وحول ما أثرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن موقف موريتانيا من الأحداث التي تشهدها الجار مالي، رد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الإعلام ما كل ما يكتب وينقل به اللي شنه مستوى الجريدة ومستوى مقروئيتها ومصداقيتها في مالي، شنه مستوى الموقع اللي كاتب ذاك في مالي، تعود في النهاية لا تعود تضطر أن تسائل بلدا لك معه من الروابط ومن حق الجيارات ومن حق الحفاظ على الأمن تسائل بحق جريدة موقع إلكتروني غير معروف ولا يتمتع بأي مصداقية. لذلك كل الماليين وكل السلطات المالية وكل الشعب المالي يعرف بأن موريتانيا هي الدولة الوحيدة اللي وقفت معها في اللحظات الحاسمة جدا، لحظات التضييق ولحظات المحاصرة والحصار من طرف كل مجموعة الجيران. وبذلك تنتهي الفقرة المخصصة بلغة الإشارة، نشكر الزميلة أسماء عثمان. استضاف اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين أمس في نطاق برنامج زهو اليراع على مائدة شاي الأربعاء الشاعر محمد علي كبيد حول قراءة في ديوان نبض الضمير والشاعر محمد فان محمد لمجد دحمود. رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الخليل النحوي أكد أن الاتحاد يحتفي بهذا الإصدار الثقافي المهم الذي يحمل حزمة من القيم التي يقدمها مؤلف الكتاب إلى جمهور الأدب من خلال المواضيع التي تطرق إليها في ديوانه، هذا فضلا عن تخصيصه ريع ديوانه للأشقاء في غزة دعما لهم. وفي تقديمه لديوانه والحديث عن تجربته قال الشاعر محمد علي كبيد أنه ممتن لهذا الجمع الموقر معربا أو معبرا عن اعتزازه بحضوره شاكرا اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين على تثمينهم لهذا العمل الشعري، معلنا أن العائدات المادية من هذا الديوان ستخصص لدعم غزة. وسلم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين في ختام الندوة شهادتي تقدير للشاعرين محمد علي والكبيد ومحمد فال محمد لمجد دحمود. في موضوع آخر، احتضن المكتب الوطني للمتاحف زوال اليوم فعاليات الملتقى التوجيهي السنوي المنظم من طرف الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا لصالح الطلاب الممنوحين الجدد. ويرمي الاتحاد من وراء تنظيم هذا الملتقى إلى توجيه الطلاب وإعطائهم المعلومات الضرورية عن التخصصات الموجودة في الجامعات التي ستستقبلهم. مداخلات الحضور من ممثلي النقابات والروابط الطلابية أكدت الاستعداد لمساعدة الطلاب الممنوحين الجدد خاصة في مدهم بالمعلومات الضرورية حول الجامعات التي ستستقبلهم من حيث التخصصات والسكن والنقل. كما تضمنت فعاليات هذه الاحتفالية تقديم جوائز للطلاب المتفوقين في كل الشعب تشجيعا لهم على جدهم وتفانيهم في الدراسة. الآن نفتح نافذتنا الدولية لكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
بكم من جديد. ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أزيد من 40,000 شهيد، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 92,000 جريح. ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة في غزة، فقد بلغت نسبة الأطفال من إجمالي الشهداء 33%، ونسبة كبار السن 8.6%، ونسبة النساء 18.4%. وأفادت مصادر طبية بالقطاع في تصريحات بأن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 40 شهيدا و107 مصابين سقطوا في 3 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في غزة، لافتة إلى أن آلاف الضحايا الآخرين لا يزالون في عداد المفقودين، إما تحت الرقام وأنقاض المباني المهدمة أو دفنوا في مقابر جماعية. أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خطاب أمام البرلمان التركي اليوم أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية، داعيا إلى تأمين الوصول إليها. ودعا الرئيس الفلسطيني زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة لزيارة غزة، مضيفا أنه سوف يعمل بكل طاقته مع الشعب الفلسطيني لوقف هذا العدوان الهمجي، حتى لو كان ثمن ذلك هو حياته التي وصفها بأنها ليست أغلى من حياة أسر طفل في قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني بشكل عام. أعلنت روسيا اليوم أنها سترسل قوات إضافية إلى منطقة بيلوغورد المحاذية لأوكرانيا، وذلك بعد الهجوم الأوكراني داخل الأراضي الروسية. وأكد وزير الدفاع أندريي بيروسوف خلال اجتماع مخصص للبحث في أمن المناطق الحدودية تخصيص قوات ووسائل إضافية لمنطقة بيلوغورد المجاورة لكوريسكا، التي تشهد منذ 6 أغسطس الجاري تقدما لقوات كييف. من جهة أخرى، أكد الجيش الروسي أنه استعاد السيطرة على بلدة كروبيتس في منطقة كوريسكا، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيريسكي أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم داخل الأراضي الروسية وسيطرت على 82 منطقة سكانية خلال التوغل. كما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن قواته سيطرت بالكامل على مدينة سوتجا في منطقة كوريسك الروسية، حيث يشن الجيش الأوكراني هجوما غير مسبوق داخل الأراضي الروسية. قرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس إعلان مرض جدري القرود كحالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا. وجاء إعلان المدير العام للمنظمة بناء على نصيحة لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية. وقال تيدروس إن ظهور سلالة جديدة من جدري القرود وانتشارها السريع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والإبلاغ عن حالات في العديد من البلدان المجاورة أمر مقلق للغاية، علاوة على تفشي سلالات أخرى من جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول أخرى في إفريقيا. وأضاف أنه من الواضح أن هناك حاجة إلى استجابة دولية منسقة لوقف هذه الأوبئة وإنقاذ الأرواح. نهاية المسائية إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يستقبل بالقصر الرئاسي النائب بالمجلس الرئاسي الليبي. رئيس الجمهورية يسلم الوزير الأول رسالة تكليف لتجسيد الأهداف المحورية لبرنامج طموحي للوطن. والوزير الأول يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الصفقات العمومية بالمشاريع الكبرى، والاجتماع يستعرض التقدم الحاصل في
في تنفيذ الصفقات العمومية بتلك المشاريع. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.